المهم كنت صدر الشاعر الشاعر الكاتب لأنه عظمي ينتج ويبدع في مجال السلبيات أيضا قصائد كاتب الصوت وتنبيهات تسخينية لتربيط القلم صدر مؤخرا عمل شعري أمل إلى أن يهديه إلى كل ضيوفنا وحضورنا الكريم أن يهديه نسخة من عمله الجديد الذي يحمل عنوان غصن بلا شجرة. سي عبد الله المتقي تتفضل مشروعك.